شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم. عودنا فيها عودنا فيها عودنا فيها عودنا فيها. اول شيء انا بتكلم لك ابابا، اتمنى تفيد الصوت. اي فيد الصوت اكيد، هذا اللي اتمنى تفيد الصوت. وين فريق الاعداد؟ لا 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 دقيقة يا اخوان، عندك ابشر ابشر متكلم، لا نقطع لا لا عشان خلاص علشان محمد ناصر يا الربع يقول ان انا اللي قلت له اوكي ابشر خلاص خلاص وصل وصل تم. طيب اوكي تفضل ابوي بنتكلم دقيقة يا اخواني. لا 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 دقيقة 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 ابشر 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 تفضل يا محمد بنتكلم بالعدل. دقيقة يا اخوان دقيقة 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 محمد محمد ابشر ابشر محمد ممكن دقيقة 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 محمد 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 لو سمحت بالضبط بالضبط اوكي اوكي محمد لا لا اوكي انك ما تجي هنا لين دقيقة تركي تركي خلص تركي دقيقة شوي دقيقة شوي دقيقة غروي يا جماعة عندكم مشكلة انتم يعني مو منطقي انه احنا جالسين في مكاننا بكل ادب وكل احترام وننقل وجهات النظر وبعدين نشوف واحد متشنج جي يدخل علينا، هذا الامر الاول. من حد الامر الثاني، رسالة لابو سلطان صباح الخير ابو فهد. هذه نتاج الخصومات اللي كانت الفترة الماضية واللي ظهرت بهذا الشكل. تفضل ابو فهد. دقيقة توضيح بس، الجميل في غير اهله ضياع، والله ان الجميل في غير اهله ضياع، قسما بجلال الله يا اخواني. امس بعد الفقرة طلعت والله املك كل الشجاعة فيها وجماعة المتسابقين كلهم، جاني مهند كان بيهديني بشت بيحط على مثني وليد البحيح محمد ناصر وكل المتسابقين، تستاهل يا ابو منصور، قلت يحرم علي مثل حرم مكة على اليهودي، ما يجي على ظهري، لان في النهاية هذا حقك يا مهند، ولا اني ماخذ منك شيء، وفي النهاية انا ناقد. قلت يا اخواني انتم مرضيكم موضوع الاثنين في البرايم؟ اقسم بجلال الله ان هذا ما حصل، واتحدى محمد ناصر ينكر. طيب قالوا اي اثنين؟ ما يدرون. طيب قلت في اثنين بيطلعون البرايم يوم السبت يا عيال، انتم تدرون؟ قال اوه كذا كذا. قلت لازم تبدون وجهة عندكم وجهة نظر، عندكم شيء فيها تناقشون الإدارة فيها. في النهاية انا من رأيي الشخصي انه اوكي اثنين يطلعون، اذا يقدرون يزودون واحد للنهائي افضل، هذا رأيي. قلت بعدين انا اشوف في اي وجهة نظر. في النهاية يجي محمد بن ناصر الان، في النهاية انا ما قلت له قل المهند يضرني رجوعه، لا لا والله قسما بالله ما قلتها، لكن قصدي لهم زين عشان على الاقل يكلمون الاداره ينتبهون. انا ما ظلمتك محمد بن ناصر، لكن دائما كنا نتفق مع الرجال ان الشيء اللي تحت البث يبقى تحت البث. طيب ولكن جميل في غير هلا ضياع، ولا لكم بياض وجه المتسابقين كلهم. بشكل سريع عشان نختم، بنختم الامور واضحه يا محمد بن منصور يا اخي، تسوي خير ويجيك واحد يحسب انك، اقسم بجلال الله اني اقدر استغله اقدر استغله، لكن هذا الجميل هذا العرفان تطلع وتقول هذا قال لنا تحت البث، قلت لكم عشان تقعدون. في النهاية أنا ما جيتك بوجهين محمد بن ناصر، ما جيتك إلا بوجه واحد، لكن أنا الغلطان. أنتم مفروض ما تلعطون وجه ولا حتى رد السلام، والله ما تلعطون وجه. استغفر الله. محمد بن منصور ما الظاهر شاف انه من البزنس 12 الى البزنس 35، ما في ما في ابو لانه ما شاف يمكن احد يطلع في الكفش الروم عنده مطالبات. هل مرت علينا مداخله فيها مطالبات؟ انا توني ادري ترى من محمد بن منصور، هل فيه؟ ما فيه. اما قضيه لما يجي عنده متسابقين يقول تكلموا في المحور هذا، بالعكس هذا شكرا محمد بن ناصر وشكرا متسابقين يتكلم في هذا المحور، هذا حق من حقوقهم. ولكن قضيه